السلام عليكم. مباراة بيراميدز ضد الداخلية اليوم، أرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم من كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد الفريق القروي الأول بنادي بيراميدز لمواجهة الداخلية المقرر إقامتها مساء اليوم في خضم منافسات الدوري المصري الممتاز. ويستضيف بيراميدز نظير الداخلية على ملعب الدفاع الجوني ضمن منافسات الجولة 26 من عمر البطولة المحلية. ويحتل بيراميدز المركز الثالث في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 43 نقطة حصدهم من 23 مباراة، ويقع الداخلية في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة حصدهم من 24 مباراة. وتقام المباراة اليوم في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر والعاشرة وربع مساء بتوقيت السعودية. ومن المنتظر أن تذاع مباراة بيراميدز والداخلية عبر فضائيات أون تايم سبورت وان الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. نتمنى التوفيق للفريقين وأرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم من كل جديد وليستمر معكم البث بدون تقطيع.